السيسي عارف بيعمل ايه وعارف هيمشي الشعب المصري ازاي، لانه هو راجل دولة وفاهم هيعمل ايه. بس مش هطول كتير، لان هو سيبك من البرنامج، مش قانوني ولا دستوري موضوع البرنامج. اللي بيعمل برنامج ده راجل عايز ياكل عيش على قفا الشعب، واحد زي حمدين صباحي دوت. البرنامج ايه يا ابني؟ انت ايه؟ انت مين؟ هتشيلي واحد عمل برنامج؟ طب ما محمد مرسي كان عامل برنامج الميت شو، ما عمل منه ايه؟ لا، السيسي رجل دولة وعارف يعني حافظ الشعب المصري، شعب حافظ مصر كويس جدا، وهو الوحيد اللي هيعرف يظبط البلد دي. ربنا يوفقه وربنا ينصره، واحنا في ظهره عشان خاطر مصر. احنا في ظهرك يا سيسي وربنا ينصرك. توقعي حمل 100 سنه معاك يا سيسي. الرئيس مبارك دلع الشعب المصري كتير قوي، وكان يعني بيشيل لبس ده لما الشعب باظ عليه. احنا برضو هنستحمل عشان خاطر السيسي وعشان مصر. اتفضل. توقعي فوز المشير السيسي بنسبه كام في المئه في الانتخابات؟ ان شاء الله 99%. طبعا ان شاء الله، ده اكيد 99%، عشان حمجين دي شويه ليه كده 1% نقطه سودا في بحر وسخ بتوع حمجين.